الناس يتفاوتون في القرب من رحمة الله، بعضهم تصيبه جزء من الرحمة، بعضهم يغمس في الرحمة غمسا. يوجد بعض الناس لا يرحمون، كل واحد بحسب قربه من الرحمة. فإن قلت كيف أقترب من رحمة الله؟ الجواب: كن من المحسنين وستكون من المرحومين. قال تعالى: إن رحمة الله قريب من المحسنين. لماذا بالذات المحسنون قريبون من رحمة الله؟ الجواب: لأن المحسنين قد بذلوا الإحسان فجازاهم الله بالإحسان، والجزاء من جنس العمل. قال تعالى: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ وأظن أن جميعنا يعلم ما هو الإحسان. الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فإذا وصلت إلى مرحلة تعبد الله فيها كأنك تراه بعينك، ففعلا رحمة الله ستكون قريبة منك جدا. والموضوع إخواني أخواتي لا يحتمل انتظار، لابد من المسارعة إلى رحمة الله قبل أن تفوت. قال تعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم. قال ابن القيم: والرب تبارك وتعالى ليس له ثأر عند عبده فيتشفى بعقابه، يعني أنه سبحانه لا يريد أن يثأر لنفسه منك، ولن يبالي سبحانه لو غفر لكل من في الأرض، ولن ينقص ذلك من ملكه مثقال ذرة، لن يخسر شيئا سبحانه لو غفر لهم جميعا. أصلا بماذا يحتاجون؟ عنده ملك السماوات الأرض بسعة ملايين السنين الضوئية التي لا منتهى لها، فماذا سيستفيد سبحانه من بعض المخلوقات التي تعيش على كوكب في طرف المجموعة الشمسية؟ يعصونه ولا يطيعونه، على إيش؟ لماذا؟ لو عذبهم جميعا عذبهم وهو لا يبالي بهم، ولكن رحمته سبقت غضبه سبحانه، وهو قد كتبها على نفسه. قال تعالى: كتب ربكم على نفسه الرحمة. أخي الكريم، أختي الكريمة، لقد لاحظتم أن عنوان البرنامج هو أجمل نظرة في حياتك، والمقصود أن نصل إلى رؤية الله تعالى يوم القيامة، والتي لا يمنعنا عنها إلا ذنوبنا. وقد ذكرنا طوال حلقات البرنامج الفرص التي يعطيها الله عز وجل للعبد لكي يمسح ذنوبه، كالتوبة وصلاة الجنازة والشفاعة وغيرها من الفرص العشرة. والرحمة هي الفرصة الأخيرة التي ليس بعدها أي فرصة لرؤية الله تعالى. فإذا كنت ستخسر شيئا في حياتك فاخسر أي شيء إلا رحمة الله، إياك أن تفرط فيها، فإنها طوق النجاة الأخير الذي ليس بعده إلا الغرق، وهي سهلة يسيرة يمكنك الوصول إليها ببساطة، لكن لمن علم الله من قلبه أنه فعلا يريد الرحمة ويسعى إليها. قال تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اعتق رقابنا من النار، اللهم أسألك رحمتك التي وسعت كل شيء، اللهم لا تحرمنا إياها وقد وسعت كل شيء، أسألك أن ترحمنا وأن تغفر لنا، وإنك أنت الغفور الرحيم.